السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. إذن فيديو جديد أتشارك معكم وصفة للتخلص من التجاعيد، وصفة مغذية للبشرة تعيد يعني المرونة للجلد، كما أنها تحفز إنتاج الكولاجين في البشرة، بالإضافة إلى أنها مرطبة ومرممة يعني أنسجة البشرة حتى يعني تستعيد البشرة مرونتها، ونستعيد الكولاجين الموجود في بشرتنا الذي يصير يعني متيبس مع الوقت مما يسبب هذا المشكل، ألا وهو التجاعيد والخطوط على البشرة. لعملها سنحتاج المكونات الأتية: سأحتاج لزيت الزيتون، مكون رائع جدا يحتوي على فيتامين أ الذي يمنح البشرة المرونة. سأحتاج للعسل، هو الآخر رائع جدا ولا يقل أهمية عن زيت الزيتون، يتمتع بخصائص مرممة للبشرة ومجددة لشبابها. سأحتاج أيضا في وصفتي هذه للشوفان، بالتحديد لمسحوق الشوفان، إن لم تكونوا تتوفروا عليه يمكنكم يعني تعويضه بأي مسحوق آخر، سواء كان دقيق القمح الكامل هو الآخر رائع، دقيق الشعير أيضا رائع جدا يحتوي على مجموعة هائلة من الفيتامينات، يعني لكم الاختيار. في وصفتي سأضع دقيق الشوفان، هو الآخر رائع جدا للبشرة ولطيف جدا على البشرة، يعني يجعلها رطبة ورائعة جدا، كما أنه يبيضها ويمحو البقع الداكنة. وفي وصفتي سأحتاج لصفار البيض، هذا المكون الذي يحتوي على دهون جيدة جدا للبشرة، ستساعدنا كثيرا في جعل البشرة طرية واستعادة نضارتها. إذا هذه هي مكوناتنا، لنبدأ في عمل الوصفة. إذا سأحتاج لصفار البيض، سأضيف إليه مقدار ملعقة من دقيق الشوفان، سأضيف المزيد قليلا، ثم سأضيف زيت الزيتون بمقدار ملعقة أيضا من زيت الزيتون، ثم سأضيف المكون الأخير وهو العسل أيضا بمقدار ملعقة عسل، ثم أخلط الكل جيدا حتى أحصل على خليط متماسك أو قناع متجانس. وضعنا مكونات غنية جدا بفوائدها المتعددة حتى تعيد البشرة الصفاء والنضارة. بعد خلط الماسك جيدا، نقوم بتطبيقه على بشرة تكون نظيفة طبعا، خالية من أي مواد موضوع عليها، سواء مواد تجميل أو غيرها. يمكن تطبيقه باستعمال فرشاة. نترك الماسك على بشرتنا لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بشطفه بالماء الفاتر وبعده البارد حتى نسكر المسام. يمكننا تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، ونستمر عليها لفترة تفوق الشهر حتى نغذي البشرة من العمق. ابتداء من الأسبوع الأول يعني مرة من الاستعمال، ستلاحظون الفرق بأنفسكم. يمكنكم بعد عمل الوصفة يعني دهن البشرة بالكريم الخاص بكم، أو يمكنكم استعمال زيت اللوز الطبيعي أو حتى زيت الأفوكادو، رائع جدا لاستعادة مرونة البشرة وللحفاظ على شبابها. شرط أن يكون طبعا زيت لوز أو زيت أفوكادو يكون طبيعي جدا وخالي من أي مواد حافظة حتى نستفيد منه وحتى لا يهيج بشرتنا. إذن كانت هذه وصفة اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة، على تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.